المؤسسات الناشئة الجزائرية من جهتها استحسنت نشاطات الصالون واعتبرته سانحة لتبادل الخبرات في المجال الرقمي. مايكروفون ماريا العجل ثانية. تما حنايا نديرو لا جيستيون تسيير المرائب، دونك واحد يكون في وسط المدينة يكون يحوس على بلاصة تاع ستاسيونمون، يدخل في لابليكاسيون كاريني بلا لوكاليزاسيون تاعو نبعثوه للباركينغ الاقرب. هذا المعرض حنايا ان شاء الله تكون اوبورتونيتي لينا، لانه حنا لو كونسيبت تاعنا اول كونسيبت في افريقيا، وحنا رانا نفيزيو ونطلعوا العلم تاع بلادنا، يعني هذه اول مؤسسه ناشئه في الجزائر وفي العالم العربي في افريقيا. تما حنا جينا هنايا بطموحات تاع نديروا دي بارتناريا مع شركات افريقيه ولا بلدان افريقيين. كنا ديسيدي دو بارتيسيبي في هذه الطبعه تاع هذا الصالون، باسكو هاد لا سوسيتي سي اون ستارت اب، هاد لابليكاسيون سي اون نوفيل ابليكاسيون سور لو مارشي. جو بو دير كو سي لا بروميير دون لو مارشي دو بي تو بي، داكور، qui fait donc dans la mise en relation entre les points de vente et les marques. Et donc c'est pour ça qu'on est présent.